أخبار اليوم. حتى الناس الآخرين يعني احنا امبارح في المؤتمر الصحفي اللي كان موجود ده لقينا الناس يعني لقينا هي مصرية، فتاة مصرية حتى لو اختلفنا معها. كنت عايز اقول لها تعالي انت، يعني الموضوع مش كده خالص، الموضوع كان هيبقى فيه خراب لبلدنا، وحتى الناس اللي انت بتعتقد فيهم كان هيضيعوا، لان احنا مكناش هنسيبهم يضربوا المصريين. فكانت هتبقى يعني هل كان ده المطلوب؟